رسالة تحذيرية من هيئة الدواء للمواطنين المصريين بسبب عبوات مغشوشة لمستحضرين طبيين. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيوناتهم في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة. هيئة الدواء المصرية بتصدر تحذير عاجل للمواطنين بسبب عبوات مقلدة من مستحضرين طبيين في الصيدليات. طبعا المستحضرين دول بيستخدموا على نطاق واسع. أول واحد فيهم هو أوتريفين نقط للكبار، مكتوب عليها طبعا أوتريفين أدلس، وطبعا دي تركيزها 1 من 10%. احنا عارفين أوتريفين النقط فيه منه للكبار والأطفال. العبوات المنتشرة المغشوشة حاليا هي أوتريفين المحلول أو النقط الخاصة بالكبار اللي هي تركيزها 1 من 10%، وبعض التشغيلات الأخرى بتتفق مع المستحضر. أكيد هم الهيئة أعلنت لنا أو قالت لنا في بيان رسمي إن ممكن نفرق بسهولة بين العبوة المقلدة أو العبوة المغشوشة من العبوة الأصلية، يعني أكيد الناس كتير عارفة اللي بتستخدم أوتريفين بشكل كبير، خاصة طبعا اللي عندهم بعض المشاكل في الجيوب الأنفية هيقدروا ممكن يميزوا بين العبوة الأصلية والعبوة المغشوشة. زي ما قلت لكم من شوية هيئة الدواء المصرية قالت في بيان رسمي ليها إن احنا نقدر نفرق بين العبوتين. أول حاجة إن العبوة الأصلية خامة الكرتون اللي فيها والملصق المتواجد على العبوة الداخلية بتلاقيها بشكل جيد، درجة فصل الألوان جيدة، يعني ألوانها واضحة مفيش فيها أي حاجة غريبة، بتلاقي العلبة ألوانها كويسة طبعا مميزة باللون الأزرق مع بعض الألوان أخرى لكنها واضحة وتقدر تميز بين الألوان المكتوب موجود فيها. لكن العبوات المقلدة هتلاقي خامة الكرتون بتاعة العبوة نفسها من بره بتكون رديئة، الملصق المتواجد على العبوات الداخلية برضو رديء، وبتلاقي الألوان فيه تحس إنها مش مظبوطة تماما زي العبوة الأصلية. كمان العبوة الأصلية بتاعة الأوتريفين نقط للكبار مكتوب عليها هيدروكلورايد زينو ميتازولين، طبعا دي المادة الفعالة اللي هي تركيزها 0.1% اللي هي 1 من 10%. هيدروكلورايد زينو ميتازولين دي المادة الفعالة الخاصة بأوتريفين النقط للكبار، لكن العبوة المقلدة مكتوب فيها نفس الاسم ولكن بشكل خطأ. هتلاقي المادة الفعالة مكتوبة ولكن بشكل خاطئ لأنها طبعا مغشوشة. طبعا المستحضر ده بيستخدم زي ما قلتوا من شويه احيانا بيكون فيه نقط للكبار او كبخاخ، بيستخدم برضو عن طريق الانف عشان خاطر التهاب الجيوب الانفيه. وزي ما قلت لكم الناس اللي متعوده انها تجيب الأوتريفين تحديدا هتقدر تميزه بسهوله بسبب طبعا العبوات الاصليه بتلاقيها العبوه نظيفه والكتابه فيها واضحه، الماده الفعاله مكتوبه بشكل مظبوط لكن الثانيه عكس الكلام ده كله. كمان زي ما قلت لكم شويه بيستخدم المستحضر ده كبخاخ محدد الجرعات والتشغيلات الاخرى منه، بتستخدم مضاد لاحتقان الانف وبيعمل طبعا على تضييق الاوعيه الدمويه في الممرات الانفيه وبالتالي يعالج الالتهاب الخاص بالجيوب الانفيه. طيب ده المستحضر الاول. ايه المستحضر الثاني اللي فيه مشكله؟ المستحضر الثاني برده مستحضر مهم جدا جدا خصوصا لاصحاب الامراض في الجهاز الهضمي، وهو الكنترولوك انترافينوس فايل اللي هو دواء الكنترولوك اللي هو الحقن اللي بتاخد عن طريق الوريد، وده بيستخدم لعلاج عسر الهضم ومرض ارتجاع المعدي والمريء. يعني الناس اللي عندها ارتجاع في المعده او في المريء بقى زي حموضه شديده جدا جدا بياخدوا الكنترولوك في منه قراص ومنه حقن. التشغيله اللي فيها مشكله او المغشوشه الموجوده في السوق هي الخاصه بالحقن، كنترولوك الحقن الورديه اللي بتعالج عسر الهضم، وكل التشغيلات الموجوده في السوق مطابقه للمواصفات ما عدا العبوات المقلده اللي اعلنت عنها هيئه الدواء المصريه واكدت ان احنا نقدر نفرق برده بين المنتج الاصلي للكنترولوك حقن الوريد والمقلد. اول حاجه من رقم التشغيله اللي مكتوبه على العبوه الاصليه هتلاقي الرقم بتاعها 78467، نقولها مره ثانيه، رقم التشغيله الخاصه بالعبوه الاصليه 78467، لكن الرمز الاخر الموجود في العبوه المقلده المغشوشه هتلاقيه 79467. يعني الفرق في التسعه في العبوه المقلده 79467، اول ما تشوف هذا الرقم يبقى دي عبوه مغشوشه من دواء حقن الكنترولوك اللي الحقن تاخد في الوريد. هيئه الدواء اكدت ان في حاله وجود اي شكوى بيرجى الرجوع مره اخرى للصيدلي للتاكد من العبوه، او يتصلوا على الخط الساخن رقم 15301، الخط الساخن مره ثانيه الخاص بهيئه الدواء المصريه 15301. لو شكيت في العبوه انها مغشوشه اتكلم واسال واستفسر عشان صحتك اهم حاجه. لو شكيت في اي دواء ما تاخدوش بشكل مباشر، اسال واستفسر سواء من الصيدلي نفسه هيقدر يفيدك بشكل كبير، او لو انت في البيت تقدر تتكلم في الخط الساخن 15301 هيئه الدواء المصريه، هتقول لك ايه المشاكل او ايه العبوات اللي تم ان هو اتعرف انها موجوده في السوق بشكل مغشوش. زي ما قلت لكم النهارده
تم اكتشاف عبوات مغشوشه للاوتروفين نقط للكبار والكنترولوك حقن عن طريق الوريد، وقلنا لكم كل المواصفات والفروق بين العبوات الاصليه والعبوات المقلده المغشوشه الموجوده في بعض الاماكن. ناخد بالنا من صحتنا، ما ناخدش اي دواء الا احنا متاكدين 100% ان هو دواء سليم. نتمنى لكم الصحه والسلامه، وبكده انتهت خدمتنا الاخباريه. انتظرونا في خدمات اخباريه جديده خلال الساعات اللي جايه. شكرا جزيلا لكم.